السلام عليكم الاخوان والاخوات المتتبعين تاع قناه الدار، معكم نزهه الاخت ديالكم نزهه. هذا النهار راني وجدت هذا السمك، هذا كيف ما كتشوفوا هذا السمك راه زوين. وجدته بطريقه بحال اللي كيتصاوب السمك ديال العلب. كنتمنى من الله يعجبكم، راه ساهل ومفيد، ما فيش المواد حافظه. يعني السمك كان نصاوبوه بيدينا، فيه توابل منزليه وزيت الزيتون فيها الفوائد، وراه كيجي زوين، كيصلح للبيتزا، المسمن، مسمن في الساندويتش، في اي حاجه. كنتمنى من الله تجربوه، وراه تيجي زوين. يمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجه، راه كيبقى مده اسبوع تيبقى في الثلاجه مزيان، بشرط انكم تخليو فوق منه الزيت، يبقى الزيت مغطي السمك ديالنا. هانتوما كناخذوا الحوت، انا خديت هذا ديك الطن الكبير، هاني قسمته نديرو طريفات، نديرو يتفور على البخار. يمكن لكم تاخذوا حتى ديك الطن الرقيق شويه صغير، ولكن انا كنفضل هذا الغليظ لان ما تيكونش فيه الشوك بزاف. هانتوما نحطوه هنايا، غادي نفوره على البخار. غادي خاصني نزيد نقسم هادو، نقسمهم ونديرهم يتفوروا. هانتوما على البخار، والان بعد ما الحوت ديالنا طاب، هاد السمك هذا اللي بخرنا على غير على الماء، كنقيوه. هانتوما كتشوفوا كنحيدوا له ديك الشوك، ديك الحسك ديالو، ها هو ديك الحسك كنحيدو له حتى هاد الجلده هكذا. هانتوما كتحيدو، كنحطو هنايا نديرو في المقلة. كنحتاجو ليه جوج حامضات، هما حامضات معصرين، العصير ديال جوج حامضات، ها هو جوج حامضات اللي عصرت، جوج حامضات، وجوج معلقات صغار ديال الكمون مطحون، كمون مدقوق، الملح، الملح على حسب، راكم عارفين كل واحد كياخد على حسب قدر. هذا حبوب الكزبرة، حبوب الكزبرة مدقوق، ها هي انتم، ها هي الحبوب ديال الكزبرة مدقوقة. جوج معلقات صغار كناخد حتى هما، هادو اوراق سيدنا موسى، ورقة ديال سيدنا موسى، او كاينين اللي تيقولوا له ورق الرمد، معروف في دول شمال افريقيا بورق الرمد، هاي اوراق الرمد. كناخذ اربعه د الوريقات على حسب السمك اللي عندنا. هادو جوج معلقات صغار ديال القزبور مدقوق، قزبور حبوب مدقوق، تنخلطوا هذا الشيء مزيان، تنزيدوا عليه اربعه ديال المعالق ديال الخل، ها هو الخل، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، أربع معالق من الخل. تنخلطو هادشي مزيان، عاود نزيدو الزيت، زيت الزيتون، المهم على حسب كل واحد شنو كيستعمل في المطبخ ديالو، ولكن أنا كنفضل زيت الزيتون. زيت الزيتون كنديرو واحد القدر اللي غادي يغمر، اللي غادي يغمر لنا هاد السمك هذا. انتم شفتوا القرعة، من الاحسن الزيت يكون مغطي السمك. انتم تنديروا هاد الوريقات هكذا، ونوزعوا هذا الخليط على هذا الحوت كامل، على هذا السمك هكذا، باش كيتجانس.
انتما كيف ما لاحظتوا المقادير بسيطه، كمون، ملحه، قزبر مدقوق، هذيك اوراق الرند، الزيت. يعني بامكان اي واحد يصاوبوه، احسن من ديك السمك ديال العلب، احسن من السمك الجاهز تتكون فيه المواد حافظه. هذا طبيعي ما فيش المواد حافظه. وتنديروه فوق النار باش يغلي مزيان، باش يتشرب هاد السائل اللي دابا، باش يتشرب هاد التوابل اللي درنا ليه. دابا نديروه فوق النار. بعد ما وضعنا السمك ديالنا فوق النار، هانتوما كتلاحظوا راه كيغلي مزيان، كيغلي مزيان باش كيتشرب ديك المواد اللي درنا فيه، ديك التوابل كيتشربها مزيان، وتيبقى هي الزيت. والان السمك ديالنا ها هو واجد كيف ما كتلاحظوا، هانتوما مبقاش فيه ديك الماء بزاف ديال ديك الحامض والخل، هانتوما كيبقى فيه الزيت. ها هو دا كيتقلى مزيان، كيتشرب ديك التوابل اللي درنا والحامض والخل، كيتشرب تيبقى غير الزيت. كنتمناكم تجربوا هاد الاكله وتصوبوها، وفي الحقيقه كيجي زوين ورائع، وكيجي هائل بمعنى الكلمه. ما فيش مواد حافظه يعني، وطبيعي الانسان السيده كديرو في المطبخ ديالها على يديها، ما فيش مواد حافظه، ما فيش شي حاجه زعما، كلشي فيه طبيعي مزيان. من الافضل كنصح السيدات يستعملوه في الدار، راه كيجي هائل. كتستعملوه في الساندويتش هكا، في الحشوه ديال المسمن، ديال اي حاجه، او الوليدات تعطيوه لوليداتكم ياكلوه، راه مغذي ومفيد مزيان. راكم عارفين القيمه نتاع السمك.